الوثائقية تفتح أرشيف معرض القاهرة الدولي للكتاب. أكتوبر 73 تم التخطيط لها بعقول مصرية وتم تنفيذها في سواعد مصرية. لقاءات ومناظرات، ندوات وحكايات. في نقطتين كانوا الناس بيقولوا إن أهميتهم هتتلاشى تماماً. تاريخ حافل بالنقاش. مين هم 800,000 نفر اللي خشوا شافوا المهاجر لحد دلوقتي؟ من ساحات المعارك إلى أسرار السياسة. لقد أشفقت على نفسي من الدخول أمامكم. مبدعون ومثقفون ومفكرون وساسة في أروقة واحد من أعرق معارض الكتاب في العالم. من علمني ما لا أعلم كنت له دوما عبدا. من أرشيف المعرض يومياً في 8 مساء على الوثائقية.